شيخنا الكريم، نبدأ بالسؤال الثاني. ما حكم الزكاة في من أقرض ماله لوفي ولكنه غير مليء وغير محدد أو غير مؤقت؟ يعني الزكاة تجب على المقرض إذا كان الدين أو القرض حالا، بمعنى أنه غير مؤجل، وكان المقترض وفيا مليا، أي غير معسر ولا مماطل. إذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة، بأن كان مؤجلا إلى أجل ولم يأتي الأجل، فلا زكاة على المقرض، أو كان المقترض مماطلا فلا زكاة على المقرض، أو كان معسرا فلا زكاة على المقرض. وفي الحالات التي لا تجب فيها الزكاة على المقرض، تجب الزكاة على المقترض إن كان المال باقيا بعينه معه، أما إن استهلكه فلا زكاة على أحد فيه. فلذلك إذا كان هذا المقترض غير ملي، بمعنى أنه معسر ظاهر الإعسار، فلا زكاة على المقرض في هذا المال حتى تتيسر حال المقترض، أو يرد إليه ماله، أو يحل أجل رده.